9-1 الموعد المنتظر لطلاب التكميل والمعيدين، شو راح يصير بهذا اليوم؟ بهذا اليوم طلاب التكميل بعون الله حيطلعوا والابتسامات والضحكات مليانة قلوبهم. شو السبب؟ لأنه الأستاذ عرفات حيكون قبلها مجهز لهم خطة للتكميلي، كيف تختم المادة في أقل من 12 يوم، أقل من 12 يوم وبهاي الخطة الأستاذ عرفات شو مسوي؟ حال كل أمثلة الكتاب وكل أمثلة الوزارة، لأنه الطالب بعيش في خوف مش طبيعي، خوف إنه الأستاذ بدي أحل أمثلة الكتاب، بدي أحل أمثلة الوزارة. إذا الخطة تاعتنا كيف نختم المادة ب 12 يوم وبوقت قياسي ونحل أمثلة الكتاب وأمثلة الوزارة. طب شو رأيكم نقول يا رب ونبلش؟ أول إشي خطتنا راح تبلش يوم الجمعة 11-11، مش شرط يوم الجمعة 11-11، افرض أنت جبت بطاقتك بعد هذا التاريخ، المهم تلتزم إنه ب 12 يوم. أول راح إشي راح نبلش بموضوع اسمه الديريفيشن، الاشتقاقات. الاشتقاقات بيجي ضع دائرة، كيف بيجي؟ ضع دائرة. كم علامة عليه؟ عليه 20 علامة. 20 علامة قديش راح ياخذ منك وقت؟ 2.5 ساعة. راح تقول لي استاذ عرفات 2.5 ساعة ما هو كثير على الاشتقاقات، بقول لك لا، انا اشرح لك الاشتقاقات مرتين وحل لك كل امثلة الكتاب وكل امثلة الوزارة بطريقة عرفاتية بتجنن، لازم تضمن علامة الاشتقاقات. طيب هذا حياخذ منك يوم. بعد ما تخلص الاشتقاقات راح تسلم تحتيها تحت الفيديو في ورقة عمل على الاشتقاقات، فيها 30 مثال على الاشتقاقات عشان تختبر وتختبر نفسك، وافضل اختبار الاختبار الامثلة الوزارية. خلص من الاشتقاقات راح نروح لمادة الحفظ تبعت الفصل الاول. راح تقول لي شو يعني مادة الحفظ؟ مادة الحفظ هاي اللي كثير بتغلب الطلاب، حطينا لكم عليها قديش؟ 3 ساعات. راح تقول لي استاذ 3 ساعات؟ طب ما انت شرحها بالفيديو ساعة و10 دقائق او ساعة وربع. شو السبب؟ بدي منك هذا الفيديو تعيده مرة تانية، يعني هو مدته ساعة وربع، عيده مرة تانية. شو السبب؟ لانها شوي راح تغلبك. وبعد ما تخلص مادة الحفظ تبعت الفصل الاول كالعادة في تحت هذا الفيديو ورقة عمل امتحان بمادة الحفظ تبعت الفصل الاول. وزي ما سوينا لمادة الحفظ فيديو، مادة الحفظ تبعت الفصل الثاني سوينا لها فيديو لكن مادتها اقصر، مدتها 2 ساعة. يعني مادة الحفظ تبعت الفصل الأول الفصل الثاني بتعرفوا كم علامة عليها؟ عليها 25 ل 35 علامة، يعني هبرة، يعني إشي كتير ممتاز. وتحتيهم في ورق عمل تختبر حالك في مادة إيش؟ الحفظ. خلصنا الديريفيشن ومادة الحفظ، اضمننا 50 ل 60 علامة بجبتنا. طيب تمام، بعدين بدنا نروح للموضوع المؤرق الطلاب اللي هو الفري رايتنج. الفري رايتنج نسوي لك عليه أيقونتين. هاي الأيقونة تبعت الفري رايتنج لما تكون ضع دائرة، ممكن يجي الوزارة تجيبها ضع دائرة ممكن. وجايدد رايتنج، هذا الجايدد رايتنج ما أجا ل 2004 لكن ممكن يجيبوه الوزارة. والفانكشن، هذول كلهم قديش مدتهم؟ مدتهم 3 ساعات. بالفري رايتنج شو بدك تسوي؟ إذا أنت كنت طالب وطالبة بتعرف تكتب معناته وضعك تمام، إذا ما كنت تعرف تكتب مجهز لك موضوع إنشاء، مقدمة وحشوة وخاتمة، كيف تكتب عن أي موضوع في الكوكب. عليه هذا الكلام كم علامة الفري رايتنج؟ عليه 20 علامة. طب حلو، من ال20 تضمن 15، وحلو انك بامكانك تضمنهم كلهم. يعني هيك ضمننا احنا اشتقاقات 20، مادة الحفظ 30، وموضوع الانشاء 20. يعني قديش؟ يعني 70 علامة حطيتهم بجيبتك خلال كم يوم؟ خلال 4 ايام. طيب خلصنا، جينا للإشي اللي بيهتموا فيه كتير الطلاب اللي هي قواعد الفصل الأول. قواعد الفصل الأول قسمناها لقواعد ضع دائرة تبعت الفصل الأول، ومشروع قلت لك إياها بطريقتين. يعني بعد ما تخلص قواعد الفصل الأول تبعت الضع دائرة راح يجيك حل أمثلة الوزارة تبعت الضع دائرة تبعت كل قواعد الفصل الأول. وقديش مدتها؟ 2 ساعة. هاي بدي إياها بيوم لحال. طيب خلصتها، بعد ما تخلص قواعد الفصل الأول راح يكون في ورقة عمل 30 مثال على قواعد الفصل الأول. تمام تمام. واحنا بنعرف انه قواعد الفصل الاول تبعت الضع دائرة قديش عليها؟ ما بين 15 ل 20 علامة. خلصنا قواعد ضع دائرة الفصل الاول، نيجي لوين؟ قواعد ضع دائرة الفصل الثاني، نفس الشيء. كل قواعد ضع دائرة الفصل الثاني بعد ما تخلصها في لهم فيديو حل امثلة الوزارة كلها اللي اجت على قواعد ضع دائرة الفصل الثاني، برضو قديش مدتها؟ 2 ساعة. وكالعادة بعد ما تخلصها في ملف PDF في ورقة عمل على هاي القواعد عشان تختبر نفسك. طيب كويس، خلصنا قواعد ضع دائرة الفصل الاول، بنيجي اللي سويناه لقواعد ضع دائرة الفصل الأول بدنا نسويه لقواعد إيش؟ إعادة الكتابة فصل أول. نفس الإشي قواعد إعادة الكتابة، خلصت وضعك تمام، بتروح بتشوف الفيديو اللي فيه حل أمثلة مين؟ الوزارة، بده ياخذ منك 2 ساعة. ونفس الإشي هسا بتروح لوين؟ إعادة كتابة فصل إيش؟ فصل ثاني. خلصت الفيديو بتروح بتحل أمثلة الوزارة، قديش مدته؟ 2 ساعة. هيك إحنا بنكون خلصنا القواعد.
يعني خلصنا اشتقاقات 20 علامة، خلصنا مادة الحفظ فصل أول فصل ثاني 30 علامة، خلصنا فري رايتنج 20 علامة، خلصنا القواعد 70 علامة. يعني هسه أنت صرت تضمن 140 علامة بجيبتك. تمام تمام. لما تخلص كل القواعد في امتحان شامل بالقواعد كلها عليه 70 علامة بالوزارة. طب خلصت القواعد، في موضوع اسمه الأدب الفصل الثاني. بتعرف الأدب قسمين، قصيدة والقصة. كم علامة على الأدب؟ راح يكون على الأدب حوالي 7 إلى 8 علامات. هذا بدك تدرسه هيك بيوم لحاله. خلصت الأدب بتروح لوين؟ لأسئلة الوزارة اللي أجت على الأدب. يعني أنت عشان أنت تتوثق وتتمكن من الإشي اللي أنت دارسه لازم تحل أمثلة الوزارة. لميت لك كل أسئلة الوزارة اللي أجت على الأدب وحطيت لك إياها بالفيديو اللي تحتي. بعدين خلصنا هذا الكلام، في قطع إيش؟ الفصل الأول تدرسها وقطع الفصل الثاني. طيب هيك أنت ختمت المادة. القطع كيف تدرسها؟ تعرف معاني. خلصت هذا الكلام، في فيديو هون اسمه كيفية التعامل مع أسئلة القطعة، بعلمك كيف تحل أسئلة إيش؟ الفقرة. خلصنا هذا الحكي. هسا أنت خلصت كل المادة، بدك تختبر حالك، قواعد، قطع، اشتقاقات، مادة حفظ، أدب. شو سوينا؟ سوالك الأستاذ عرفات حل نماذج امتحانات وزارية. بتروح بتبلش بامتحان الوزارة، امتحان امتحان. طب صورت لك يوم على شكل فيديو، هل حليت لك كل امتحان؟ لا. بعد ما تخلص تقريبا 8 إلى 9 امتحانات بتشوفهم انت، بتشوف وين نقاط ضعفك. بعديها حطيت لك 4 امتحانات متوقعة زي امتحانات مين؟ الوزارة. بهاي الطريقة انت بتتمكن من المادة، مش بس تتمكن المادة، وبتقتل الخوف اللي جواتك، الخوف اللي مصدره انا ضعيف باللغة الانجليزية. هاي الطريقة وهاي الخطة بتناسب الطالب الضعيف جدا، الضعيف والمتوسط والقوي جدا، اللي حاب يفلل المادة. ما تخاف من المادة، هاي الخطة مرتبة حسب ترتيب الوزارة. شان حسب ترتيب الوزارة؟ يعني كيف الوزارة بتخاطبك انا خطبتك. ما بدرسك كل قاعدة لحال، لانه اللي بدرس كل قاعدة لحال الوزارة ما راح تجيب لك كل شيء لحال. تقول لك مضارع بسيط used to if close، ما بتجيب لك هيك الوزارة. الوزارة بتجيب لك كل شيء مع بعض. وان هيك خطتي كانت تناسب الامتحان الوزاري. تمام؟ بتحكي لي تمام. طب افرض احتجت اشي، شو ما تحتاج اضرب لي على هذا الرقم 0797788645. ابعت لي واتساب باي طريقة باي وقت، ان شاء الله خلال اقل من 6-7 ساعات بكون رد على كل الواتساب. كتير من المدرسين عشان من ناحية تسويقية بيسوق للبطاقة أو للخطة تاعته وبطل يتواصل مع الطلاب. إحنا بعون الله هاي خطتنا، ومن خلال تجربتنا مع آلاف الطلاب تواصلنا مع الطلاب بيستمر، مش بس لامتحان الوزارة، لما بعد الوزارة. فالكم 200 وإنتوا قدها، بار ربنا زي ما غيركم فلل بالتكميلي وفلل بامتحانات الوزارية بالمكثف، إنتوا حتفللوا. ربنا يوفقكم وبيج هارت. وموعدنا مش لما تشتري المكثف، موعدنا 9/1 حتطلعوا من الامتحان وفالكم 200. السلام عليكم.